السلام عليكم، أسعد الله مساءكم كل خير. المقطع اللي قبل شوي صراحة ما توقعت، كان جاني تعليقات عليه مرة قوية، يبون يعرفون أغلب اللي شافوه يبون يعرفون هل هو كان مغاصرتنا في جدة ولا لا. لا ما كان في جدة، بس شفته وعجبني صراحة. ليش؟ لأن كان الغواصين حول سمك القرش، هو يأكل الأكل حقه ويمشي جنب الغواصين بدون ما يعني يهجم أي واحد منهم، وهذا أثبات الموضوعنا اللي كان قبل أسبوع عن أسماك القرش، وعن أن أسماك القرش ما يهاجم بشكل مباشر على أي غواص. تكملت الموضوع أمس عن البحث والإنقاذ اللي هي SAR، اللي هي Search and Rescue، اللي هي البحث والإنقاذ. من هم الشخصيات اللي يعني مؤهلين أنهم يعني يتولون أمور البحث والإنقاذ؟ كلنا تعرفون كل واحد فيه خصلات إنقاذ، كان لا سمح الله ولد، أهل، صغير، كبير، في الشارع، فيه الخصلة أنه يساعد الناس. المساعدة تختلف. في موضوعنا هذا يحتاج إلى بعض الدورات التدريبية اللي تأهل الشخص هذا أنه يكون رجل أو امرأة مستعدة أنها تكون للاستجابة في الطوارئ. من هذا الكلام نقدر نسوي لنا أجندة أو خطة عمل. خطة العمل تقول أنه أي شخص يبي يتخصص في مجال البحث والإنقاذ لابد أنه يحدد هدفه. إيش يكون هدفه؟ مثلا أنا مثلا هدفي على هوايتي الغوص، ف تدرجت في مراحل الغوص حتى وصلت إلى غواص منقذ، حتى إذا وصلت إلى دايف ماستر، حتى وصلت إلى مدرب. وهذا التدرج مع زيادة الغوصات مع المشاركات أهلني أني أكون شخص أقدر أني أباشر أي مهمة كان في أي مكان كان بطريقة السلامة، وبطريقة أني أحمي نفسي أولا وأخيرا. هذا الشيء إيش يقود لنا؟ يقود لنا أنه المهم في كل حاجة اللي هو مين؟ اللي هو أنا. أنا أهم واحد في الحياة، وأقصد أهم واحد في الحياة من ناحية أعطيكم مثال. مثلا لو شفت شخص طايح في الأرض، هو يعني بالعقل لا تروح تساعده مهما كانت. أول شيء أو أول قانون أنك تشوف اللي حوله إيش، ممكن طايح عليه حاجة، ممكن متعركل، ممكن طايح عليه عمود، ممكن طايح عليه أي شيء. فأول حاجة يقول لك look to the scene، يعني خذ نظرة عامة شاملة حول المكان، تقيم المكان، تقيم الموقع، وتقيم الوضع. بعدين أنت تتباشر تجي تناديه يا فلان وتكمل المسيرة كما هي القانون. لكن في البداية يعني ليش قلت كذا؟ لأن في البداية اللي هو أنا. بعدها تجي الشخص الثاني، نفس الغوص. ففي الغوص مثلا ما أنزل حالي، لازم أنزل معي شخص ثاني. ليش؟ لأن المهم هو أنت اللي هو أنا، كل واحد يساعد الثاني في حالة الامرجنسي. فنقدر نحط لستة على شخص متخصص بحث الإنقاذ. واحد يكون لائق جسمانيا، لائق عقليا، له دورة مناسبة في الأمور هذه. ثلاثة يكون له حب العمل الإنقاذي. بعدين ينزل تحته الأشياء التخصصية، مثل فيرست ايد، سي بي آر. كلنا ناخذ فيرست ايد سي بي آر في شركاتنا، لكن أنك تكون منقذ صح لازم أنك تتدرج في عمليات في دورات الإنقاذ إلى ثلاث مستويات. تجيك بعدها مهارات الملاحة البرية أو الملاحة البحرية. كل هذه المستويات لها أكثر من مستوى للوصول للاحترافية. هي كيف استخدام الجي بي إس، كيف استخدام البوصلة، كيف قراءة الخرائط. فأي مثلا عملية إنقاذ، بحث إنقاذ شخص مثلا ضايع في غابة، ضايع في بر، ضايع في أي مكان،
تجي تحت أسس، تحت خريطة، تحت خطة. الخطة هذه تبين الموقع، المكان، طريقة البحث، أسلوب البحث، كل هذه الأشياء لازم تكون عندك المعرفة وتكون عندك القدرة أنك تخطط بالطريقة الصح، لأن شخص مفقود كل دقيقة محسوبة عليك. محسوبة عليك ليش؟ لأنه ممكن يتأخر، ممكن يكون له فترة طويلة ما أكل، ممكن أنه يموت، يعني أشياء معرضة. والشيء المهم في الشخص اللي راغب بالبحث والإنقاذ أنه يكون عنده أساسيات إدارة المخاطر. إدارة المخاطر هذه نفس موضوع اللي قلنا أمس عنه، اللي هي الريسك أسسمنت والريسك مانجمنت. فإدارة المخاطر تعرف أنت إيش التدريب المناسب أنك تواجه أي مشكلة. جت فكرة في بالي وأنا قاعد أنسق للكلام الموضوع هذا، أني أفصل الإدارات على حسب موضعها. مثلا الريسك مانجمنت إيش يعني؟ الريسك أسسمنت اللي هو تقييم المخاطر إيش تعني؟ ممكن نحن نتعلم، يعني نتعلم من بعض. فاللي عنده أي استفسارات يقدر يتكلم، يعني يتواصل معي الخاص ونطلع لنا إن شاء الله، يعني تفيدنا كلنا، يعني احنا نطور معلوماتنا ونطور ثقافتنا، ومنها المتلقي الكلام انه يطور ثقافته. وبحكم ان احنا نتكلم على الاستجابة للطوارئ في دولة نيوزيلندا، في شهادة اسمها الـ FEMA. هذه وكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وهي تابعة لوزارة الأمن الوطني الأمريكي، ولها تعاملات بأكثر من دولة. هدفها وش هدفها؟ تنسيق الجهود من أجل استجابة للكوارث في أي كان موقعها. هذه الـ FEMA تساعد الدول المنكوبة لأي عوامل خطر، مثلا زلازل، براكين، فيضانات، أي عوامل خارجية تحتاج لها أشخاص ذو خبرة كفاية في البحث والإنقاذ لمساعدة. في حاجة ثانية اسمها الإنقاذ الجوي البحري. وش نقصد فيها؟ هو الإنقاذ البحري بشكل عام. الإنقاذ البحري بشكل عام أنه لا سمح الله سفينة غرقانة، سفينة ركاب على وشك تغرق، وين دور البحث والإنقاذ في هذه المهمة؟ إيش الدورات المناسبة اللي أنت تخصصها عشان تقدر تكون أنت شخص مهيئ أنك تروح تنقذ الناس لا سمح الله من الغرق؟ هذه من البرامج والدورات التدريبية اللي يحتاجها الشخص اللي هاوي إنقاذ أنه يأخذها كتطور له في العمل، في عمل الإنقاذي. خلي بحط لكم صور، حسني تكلمت واجد، أنا أحط لكم شوية فيديو صور عشان يوثق كلامي. From wilderness SAR to urban SAR to disasters to you name it. What you see here is a good mix of all the different disciplines, from aircraft to mounted to off-highway vehicle, and clearly we're having drones this year that show the capabilities of technology. Drones are new to the search and rescue arena. We'd like to use them. I think they could save a lot of time and effort. They can help us with aerial searches and do a larger search much faster than someone on foot can. For our volunteers, they're a great group of folks that do everything for free. Most of them put a lot of money, and they certainly put a lot of time and effort into coming out here. I think the public needs to be aware of the dedication. هذا المقطع اللي قبل شوي من عملية تدريب للتطوعين في عمليات البحث والإنقاذ. فتركزون شوي تلقى استخدموا أكثر من تقنية، عندهم هليكوبتر، واستخدموا الدرون اللي هي طيارات، واستخدموا اللي هو الحبال، كيف تنزيل، كيف ينزل الشخص، وكيف يصعد شخص، كيف ينقذ شخص. هذه أول المقاطع، وفي مقاطع منها كثير
بحاول اني ارفقها على واحده واحده، ولكن المقاطع عندي كلها كبار فالسناب مو راضي ينزلها كامله. Yeah. Just beyond that lifeboat there. Whether you can see him or not, I don't know. There's a man there, just there, just bobbing there now. No idea. الصورة هذه أو الفيديو هذا اللي قبل شوي هذا في هونغ كونغ كروز غرقان، استخدموا فيها هليكوبتر، استخدموا فيها سفن عشان يقدروا يطلعون الناس. حاول تصغر المقطع شوي عشان يكون تكون الصورة واضحة، لأنه القصة كاملة كان ودي إني أرفقها لينك كيف الخطة، كيف أرسل رسم الخطة، إيش الأشخاص اللي استخدموهم، كيف خبرتهم، وفي النهاية كم طلعوا من شخص. المقطع اللي بعده بحط لكم لينك عن قصة كاملة للبحر.